لاحظوا أنه لاحظوا جدياً ها أنه لو كان قد شكك علي بن يقطين بما صدر إليه من الإمام عليه السلام في كيفية الوضوء التي تخالف إجماع الشيعة لوقع في المحذور بكل تأكيد، ولكن انظروا إلى مدى يقينه بالإمام عليه السلام والتزامه بأمره وإطاعته له كل ميت بين يدي الغسال، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان أمام المعصومين ليس في حياتهم فقط دائما سبحان الله. وهؤلاء المشككون موجودون في كل عصر للتشكيك بالمراجع عموما وبالسيد محمد الصادق خصوصا، وعدم حملهم على الصحة وعدم إطاعتهم إلا بعد الاقتناع، ولن يحصل الاقتناع بما هم فيه مشككون، ومن ثم ومن هنا سوف تفشل كثير من المصالح العامة والحقيقية بإرجاف المرجفين وتشكيك المشككين، ولو أنهم التفوا حول حوزتهم ووثقوا بأمر مراجعهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. ومن هذا يتضح أن كثيرا من القصص التاريخي التي هي ليست نصوصا فقهية بطبيعتها، بل كل القصص التاريخي وليس بعضه وغير القصص التاريخي أيضا يمكن أن يستفاد منها مفاهيم وعبر وأحكام ومواعظ يستفاد منها في كل مجتمع وفي كل طبقة وفي كل عصر، إلا أن عددا منها خارج الخطوط الحمر كما يعبرون، ولو أمكنني أن أشرحها لكم لشرحتها، إلا أنني لا أتمكن غالبا في ذلك، وإن لنا في ذلك أسوة بأئمتنا وقادتنا المعصومين سلام الله عليهم، ومن ذلك ما يروى عن الإمام الجواد عليه السلام أنه حين وصلت إليه الإمامة بعد وفاة أبيه سلام الله عليه رقى المنبر وقال ما مضمونه، لاحظوا إني سأقول كلمة تدهش الأولين والآخرين، ثم سكت هنيهة ثم ضرب بيده على فمه وقال كأنه يخاطب نفسه اسكت كما سكت آباؤك، ونزل عن المنبر وهو سلام الله عليه طبعا وهو سلام الله عليه ليس ساكتا كالمراجع الصامتين، فإنه رويت عنه روايات كثيرة من الحكم والأحكام والمواعظ، وإنما هو صامت فيما تجب التقية فيه فقط وبالأسرار الإلهية بطبيعة الحال التي يتحملها سلام الله عليه، ويتصرف بمقدار ما هو ممكن أو بأقصى مقدار ممكن لا يتعداه، وكذلك آباؤه سلام الله عليهم حين يقول اسكت كما سكت آباؤك، وفي رواية أخرى لو أذن لنا بالكلام لزال الشك، لو أذن لنا بالكلام لزال الشك، يعني أن الكلام الحقيقي غير مأذون فيه، الأمر الذي يسبب بقاء الشك في المجتمع، وهذا المعنى باب تفتح منه ألف باب وقابل للانطباق في كل مكان وزمان.